جاتني تبرزة. هلو، واضح معكم سليمة العسالي، مغربية 28 سنة، كنمارس رياضة كمال الأجسام الملقبة بالوحشة. هذه قصتي، أجو تعرفوا عليا. من صغر جربت بزاف الرياضات، ومن بعد ما تعرفت لرياضة كمال الأجسام كانت شي حاجة جديدة في المغرب، خصوصا بالنسبة للعيالات. هذاك النهار بحال طحت في الحب ديال هاد الرياضة هذه وما حبستهاش، وحاليا انا كنخدم كجرافيك ديزاينر. بديت رياضة كمال الأجسام في عمر ديال 19 عام، دابا عندي 28، يعني تقريبا 10 سنين. كنت فكر اول مره غادي نبدا رياضه كمال الاجسام، ما كانوش يعني عمري ما شفت شي بنت معايا في لاصال، كانوا غير دراري، وكان صعيب تلقى شي صال اللي ممكن يترينيو فيها يعني ميكس. فكنت محظوظه ولقيت واحد الصال اللي نقدر نتريني فيها. في البدايات فاش كنا مدينه نترينيو كانوا شويه الناس تيشوفها بواحد الشوفه ديال مالها تلتين هكا، واش بغات تولي بحال بيان سور كي فخور بها، حيت فريمون من 2012 كنت كنشوف كيفاش بدات والعقبات اللي دازوا ليها في هاد السنين اللي دازوا، كانوا عقبات شويه ماشي ساهلين، يعني اللي صعاب شويه، وكيفاش تغلبات عليهم باش وصلت لهاد النيفو ديال في المونتال وفي الفيزيك ديالها. علاش اختاريت اللقب ديال الوحشه؟ اول سبب هو انه الناس دائما فاش كيكونوا كيديروا النوع ديال هذه الرياضه كيسميوا راسهم بيست يعني بالانجليزيه، فانا فكرت انني نديرها بالمغربيه يعني على ماروكين. والسبب الثاني هو انني دائما يعني كنت طايحه في واحد المرحله ديال الاكتئاب، كانت واحد المرحله خايبه، وبغيت نذكر راسي اشاك فوا انني قبل ما نطيح في هذيك المرحله عاوتاني نحاول نذكر راسي انني وحشه، انني يعني حتى شي حاجه ما تقدر توقف قدامي بالنسبه للاهداف ديالي. والديا بحال تخلعوا فاش بديت هاد الرياضه هذه، خافوني نولي بحال الراجل، خافوني يعني نتجرد من الانوثه ديالي، خافوا انني ما نتزوجش، خافوا ان حتى شي واحد ما يقبل بيا. ف يعني ما قدرتش نقنعهم في الاول، ما الحمد لله دابا مزيان. فاش طرا لي هذا المشكل مع لي بارون ديالي، فهي فين ما كنتش كنقدر نعبر على راسي، كنت ضعيفه شخصيا كيف ما قلت، فكنت كنلتجئ انني نادي راسي. اخيرا حاجه درتها في حياتي هي هذه، هاد الضرابي اولا الشراط اللي في ايدي كنفكر انني نحيدهم. بديت كنخاف انه الدراري الصغار ما كيفهموش يشوفوهم ويفهموهم بشي طريقه ويحاولوا يطبقوهم على راسهم. لكن غندير شي حاجه مفيده من السوشيال ميديا هو انني نعاون الشباب، نقصر عليهم الطريق، ما يديروش نفس الاخطاء اللي درت. وفوالا، نتمنى انا هذا المساج نوصلو. اللي بديت فيه هو انني كنجمع واحد الكوميونيتي ديال العيالات اللي كيديروا هاد كمال الاجسام، فبغيت ندير جونغ بحال الجمعيه اللي غادي تجمع هاد النساء هادو. يحيى الابن ديال الاخ ديالي، ولاحظت انه كينحاز ليا بزاف فيما يتعلق في الرياضه، فديما كيلصق فيا في السبور. فكيف ما قلت كنحاول نحبب ليا ديك الرياضه، يشوفها بواحد ليماج زوينه. شنو كديروا في العصا؟ نديروا الحديد. وكيعجبك تريني مع سليمه؟ بغيت نكبر نولي بحال الوحشه. كنصح الناس، بنات رجال كبار صغار، يعني كيف ما كانوا الا بغاو يديروا شي حاجه مقتنعين بها ما كياديوش بها راسهم، فيتوكلوا على الله يديروها. غير نربي وليداتنا حتى هما على حب الرياضه، يتهلاو في الصحه ديالهم. السونتي مونطال ما كنهضروش عليه بزاف، الصحه النفسيه مهمه، الا ما كان الصحه النفسيه ما كاين الصحة الجسدية، العقل سليم في الجسم سليم. شنو بغيت نقول لكم؟ انه بنتكم ما غتوليش راجل، بنتكم ما غاديش تخرج على الطريق، الرياضة غتعلمها الأخلاق، غتعلمها الديسيبلين، غتهلا في الصحة ديالها. فوالا، كانت معكم الوحشة، وشكرا على الاستضافة ديالكم.